اليوم. بدأت المناسبات الحلوة مع بداية فصل الربيع يلي أولا هو عيد الأم، أهم عيد عند اللبنانيين بالسنة، 21 أدار. أكيد ما في حدا بيروح لعند أمه بدون زهرة أو وردة. كيف الأسعار السنة؟ وهل رح نتمكن من شراء الورد المحلي؟ التفاصيل مع الياس كامل باتصال مباشر، أصحاب المشاتل والأزهار. أستاذ الياس صباح الخير. بونجور. صباح النور. بونجور. اشتقنا لك. صباحك ورد اذا بدك. الله يخليكم، الله يخليكم انتم الورد. تسلم. استاذ الياس، الاول شيء الاسعار كيف السنه؟ الاسعار السنه فيها اسعار انواع من الزهور كثير غاليه بالنسبه للسقف اللي اجى، لان اجى سقف كثير قاسي سقعه. نعم. وفي اسعار كثير مقبوله، كثير منيحه مقبوله وقادر المستهلك يشتريها. والعيد الأم هو عيد كل بينباع فيه كل أنواع الزهور، لهذا السبب بينباع شطور، بينباع شتل مزهر، بينباع ورد، بينباع زهور الربيعية اللي بلشت أسعارها كتير بتكون مقبولة. مقبولة الأفرج يعني تقريبا إذا واحد بده يكون رايح من دون ما تكون إيده فاضية. قديش يعني السنة؟ لأنه بطلنا نعرف مع تغير الأسعار وسعر الصرف وكل هالأمور. ولك في يشتري بين ال في يشتري بالمئة ألف بالخمسين ألف. بيقدر ياخد شيء بإيده. حلو. أستاذ الياس، التركيز على الإنتاج المحلي أو بعدنا هلأ بالأيام الشتاء على المستورد؟ إنتاج المحلي كثير مسيطر هلا هاي الفترة، بس في عنا شوية مستورد بالنسبة للورد، لأن بالنسبة للسقف تأخر الإنتاج لهذا السبب، صار عنا استيراد ورد. نعم. طبعا الموسم كيف بتلاقوه السنة؟ يعني في حجوزات على مواسم الأفراح؟ مواسم الافراح بالصيف في حجوزات صيفيه، العالم كلها يلي يعني مأجل اعراسه من السنه الماضيه عم يرجع يتجوز هاي السنه. ان شاء الله خير. في الاول قربانه كمان على الربيع، اخر الربيع اذا الله رد. ان شاء الله يعني يكون في هيك بالنهايه الورد والزهور والزينه بتعكس اجواء فرح تبقى مستمرة. قد ايه اثر تبدل اسعار العمولات الصعبة على المواطنين بالنسبة لهذا القطاع؟ ليك بالنسبة للعملات الصعبة، اكيد كل شيء طلع مع العملة الصعبة، لان الاسمدة والادوية وكل والمازوت يلي بيستعملوه المزارعين هو كثير اثر. نعم. بس بالنسبة لقبل الاسعار هي ارخص. إذا تعتبر على دولار. كيف أرخص؟ على الدولار. إيه؟ إذا على الدولار أرخص. أرخص. صح. صح. كل شيء أصلاً هيك عم بيكون. طب اليوم شو المطلوب أكثر شيء؟ أي أنواع زهور؟ لك التليب في كمية كبيرة بالسوق وإنتاج محلي وسعره مقبول وعم بي يكون الطلب عليه كثير. في عندك شطول الموسمية اللي طلعت هي كمان مغطي السوق، والعالم حطت ورد يلي بده ياخذ ورد باسعار شوي باسعار غاليه فيه. شو بقى بدنا نقول للناس؟ نحن بنقول لهم كلياتكم عيدوا اماتكم، لان هي الدنيا ام. صح. والزهره هي ما في شيء بيعبر غيرها، ولازم الفرح يفوت على كل بيت وعلى كل مطرح. ونحن بندعي كل اللي عنده ام واللي عنده اخت واللي عنده مرت عمه يتوجه ويشتري له زهور، ونحن بالخدمه ما في اي مشكله. نعم. حبيته بتحبه. أكيد. إذا بتحبوا ياخذ له وردي. شكرا لك أستاذ الياس كامل، رئيس نقابة أصحاب المشاتل والأزهار بلبنان. كل عيد وأنت بخير، ويعطيك العافية بهالابتسامة الحلوة يلي دايما منشوفها من خلال الأزهار. رح نتابع نحن وياكم بعناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم. شو عنوان صحيفة النهار؟ عنوان النهار اليوم مثل ما رح نشوف هلأ بالصورة، رأس الحاكم أم الإطاحة بالانتخابات؟ ما بعرف شو الربط بين الموضوع، يعني
مسألة المضي بهذه القضية القضائية ممكن تطيح بالانتخابات؟ يعني ما بعرف. المجلس الوطني للبحوث العلمية 55 عاما ووسام هيدي بالصورة. منتابع ومنروح لصحيفة الأخبار اللي عنونت بدورة: اجتماع رئاسي لمناقشة الرد على هوكشتاين، أمريكا تبتز الكهرباء مقابل الترسيم، الخناق يضيق، رجا سلامي موقوف والحاكم يلازم مكتبه، قضاء موناكو يسأل عن آل ميقاتي. هذه لافتة والتفاصيل بالصفحتين 2 و3. منتابع ومنروح لصحيفة الديار، عنونت الديار: القاضي عون تنتقم من حاكم مصرف لبنان بتوقيف شقيقه بقرار ظالم وغير عادل. نعم. يعني حكموا بالجريدة على الحكم، عرفت كيف؟ ظالم وغير عادل وانتقام، يعني وصفته بالانتقام. تصعيد في الكباش المصرفي القضائي، المصارف نحو الإضراب التحذيري وميقاتي مستاء، اليونيفيل تتعهد بخفض التحركات الاستفزازية، لا تحالف بين أمل والتيار في جزين صيدا، وإسرائيل المرعوبة من صواريخ حزب الله تبحث عن ملاذات أمنة في اليونان الهلع الوجودي. نتابع مع صحيفة البناء: صربيا تفتح ثغرة في الجدار الأوروبي بدعم روسيا، والصين تصيب واشنطن بالأحباط. الملف المصرفي على جبهات متعددة، ملاحقات وحجوزات تتوج بتوقيف شقيق سلمي، ثروات النفط والغاز أمام تحدي بدء التنقيب في كريش، واجتماع رئاسي اليوم. ومنختم مع صحيفة الجمهورية اللي عنونت على الشكل التالي: فوضى قضائية مصرفية تضرب الاقتصاد، وبالصورة إلى مزيد من التصعيد، والصورة عن قرارات قضائية من أكثر صدرت من أكثر من قاضي لا مقاضاة المصارف، أكيد بهيدي الصورة عينة من هذه المقاطعة. وبالكاريكاتير أنطوان غانم عم نشوف وليد جملاط الجبل، انتخابات 2022 إلى أين؟ مش عارف ولا نحن عارفين صراحة.